السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم جميعا أعزائي الحضور حلول مولد حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابن فاطمة الزهراء وعلي المرتضى عليهم السلام، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام فرح وسرور للمسلمين جميعا. ولادة الإمام الحسن عليه السلام، المشهور أن مولد الإمام الحسن عليه السلام كان ليلة الثلاثاء منتصف شهر رمضان المبارك سنة 3 للهجرة أو سنة 2 على قول. اسمه وكنيته وألقابه عليه السلام، اسمه الشريف هو الحسن وكنيته أبو محمد وألقابه السيد والصبط والأب والأمين والحجة والبر والنقي والزكي والمجتبى والزاهد. محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحسنين عليهم السلام، والأحاديث عن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله للحسنين عليهم السلام وركوبهما على عاتق أو أمره بمحبتهما وقوله إنما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما ريحانتاه، وردت في كتاب السنة والشيعة بشكل مستفيض. مناقب الإمام الحسن عليه السلام، يروي الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عن أبيه كان الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج مشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر الله العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضرب الضراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذكرا لله سبحانه وتعالى، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. ويروي في مناقب ابن شهر آشوب وروضة الواعظين أنه عليه السلام كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه، وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه وقال إلهي ضيفك ببابك يا محسن، قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. أحسنت، رحم الله والديك.